عاد نجي صباتي تقطع نتعب كي نجي مروح ونجي نتعب ما نلقاش شكون يروح بي. نحب ونقر نحن غير ظروف خايبه برك. بكل هذه الحسرة المتسللة من نبرة صوته ونظراته المنكسرة يتحدث ياسين عن ظروفه وهو تلميذ السادس ابتدائي الذي اضطر منذ 4 أشهر إلى الانقطاع عن الدراسة جراء ما يتكبده يوميا من عناء التنقل لكيلومترات طويلة بين منزله المتاخم للحدود ومدرسة إسرائيلية بفريانة من ولاية القصرين. فهنا تغيب كليا وسائل النقل التي تؤمن وصول التلاميذ إلى المدرسة وهو ما يدفع العديد إلى الانقطاع عن الدراسة. أصدقائي ما يحبوش يبطلوا، يحبوا شكون يعاوننا باش أصدقائي ما يبطلوش. إشكال ياسين وأصدقائه في المدرسة وربما هو إشكال آلاف التلاميذ الآخرين في ربوع هذه المناطق قد يجد طريقه للحل مع تسلم وزارة التربية لأكثر من 95 شاحنة جديدة لنقل التلاميذ بمختلف ولايات الجمهورية في إطار قرض تفاضلي من إيطاليا دعما للتعاون التونسي الإيطالي لمجابهة الانقطاع المدرسي. أكثر من 95 حافلة للنقل و13 حافلة لنقل الأكلات إلى أبنائنا التلاميذ في المدارس النائية أين يدرس التلاميذ حتى بدون أكلة في ظروف صعبة. هذه العربات هو قرض ميسر، هذم كلهم ماشي يتوزعوا على الجهات وخاصة على الأماكن والنائية. طبعا هذا عدد مش يكون كافي ولكن هو مهم، لأن نحن تعرف من بين أسباب الانقطاع المدرسي هو زوز عوامل: البعد عن المدرسة، أكثر من 10,000 تلميذ ينقل عن طرف ديوان الخدمات المدرسية يوميا، ثم تقريبا 75 مليون أورو موجودة على ذمة البلاد التونسية هيبة محطوطة وتنتظر تفعيلها. هناك مشروع مثل ما قال السيد السفير نتاع 700 مليون أورو أخرى بصدد الإعداد لدعم تونس. هذه ليست سوى خطوة أولى، فلنا مشروع كامل وبرنامج للتعاون في الجانب التربوي، هنالك 17 مليون أورو مخصصة لذلك. سنعمل كذلك على دعم تعليم اللغة الإيطالية في المدارس التونسية، وهذا المشروع هو أحد المشاريع التي تدعمها الحكومة الإيطالية، خاصة وأن هنالك 700 مليون أورو ضمن برنامج في طور الإعداد لدعم التعاون مع تونس في مختلف المجالات. حافلات لنقل تلاميذ المناطق الداخلية إلى مدارسهم قد تساهم ولو جزئيا في حل إشكال النقل المدرسي الذي يعد واحدا من بين أهم أسباب الانقطاع المدرسي لآلاف التلاميذ سنويا في هذه المناطق.